السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحقيقة. سيطر مسلحون مدعومون إماراتيا على قيادة اللواء الأول مشاب حريف في جزيرة سقطرى اليمنية. من جانبه اتهم مسؤول حكومي يمني قائدا عسكريا بالخيانة، هذا وكان اللواء قد تعرض للنهب، كما أصبحت مخازن الأسلحة والذخيرة خارج سيطرة القوات الحكومية، مؤكدا أن السلطات بالمحافظة ما زالت تقاوم التمرد في ظل صمت من التحالف في سقطرى. كما ذكرت مصادر بسلطة سقطرى فإن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عين أحد أبرز الموالين للإمارات لقيادة اللواء ويدعى عبد الله أحمد كنزهر، وسبق أن انشق بالكتيبة الثالثة في الجزيرة ذاتها. كما حذر من مخطط إماراتي لاجتياح عسكري لمدينة حديبو المركز الإداري لمحافظة سقطرى والسيطرة على المؤسسات الحكومية والميناء الوحيد. يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي والذي أعلن الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ جنوبي اليمن أنه مفوض من الشعب ولن يتراجع عن مصلحة شعبه وتوفير الأمن والاستقرار. فبعد انقلاب الجنوب، ما حقيقة التفويض الشعبي الذي يدعي ما يسمى بالمجلس الانتقالي الحصول عليه في الجنوب؟ وما حقيقة قدرة الإمارات السيطرة على سقطرى وما أهدافها هناك؟ مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور عادل الدشيلة، الكاتب الأكاديمي اليمني. دكتور عادل، مرحبا بك معنا في البداية. أهلا وسهلا دكتور عادل. في البداية وبعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوب الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ في الجنوب من عدن، ما حقيقة ما يدعيه المجلس الانتقالي بأنه مفوض من الشعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. تحية لك. بالنسبة لادعاءات المجلس الانتقالي، هي لا تمت إلى الحقيقة بسر، وهذه ميليشيات متمردة مسلحة خارجة عن قانون ومدعومة إقليميا، ومن يدعمها واضح دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم هذه أو تستخدم هذه الميليشيات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن من أجل تنفيذ أهدافها الاقتصادية في المناطق الجنوبية، سواء في عدن أو في سقطرى أو في بعض المناطق الأخرى في البحر الأحمر، وخصوصا على مداخل باب المندب. لذلك عندما يتكلم المجلس الانتقالي أنه مفوض من ما يسمى بشعب الجنوب، لا يعني لا فرق بينه وبين الميليشيات الحوثية في المناطق الشمالية. فالميليشيات الحوثية اقتحمت العاصمة اليمنية صنعاء تحت ما يسمى بمكافحة الفساد وثورة 21 سبتمبر التي ادعاها والتي قام بها الحوثي أو ما يسمى بثورة الشعب، وهي عبارة عن عصابة مسلحة قامت يعني في 21 سبتمبر 2014 بالاستيلاء على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء. واليوم المجلس الانتقالي يحاول قدر الإمكان أن يسيطر على بعض المناطق أو أن يسيطر على أغلب المناطق الجنوبية، ولكنه في الحقيقة لا يسيطر سوى على ما يعادل 10% من المناطق الجنوبية، أي في إقليم عدن. لذلك أنا من اعتقادي بأن المجلس الانتقالي سيستمر في سياسة حتى ينفذ ما يصبو إليه، ولكن لا يستطيع أن يفرض أجندته في المستقبل بقوة الحيد والنار، وحتى الإمارات العربية المتحدة ستفشل في المستقبل أن تنفذ أجندتها، ولكن مع الأسف الشديد سيدفع المواطن اليمني الثمن باهظا نتيجة لهذه. وهنا السؤال عن المواطن اليمني وتعاطيه مع هذا الإعلان من قبل المجلس الانتقالي، إعلان إدارة ذاتية وحالة طوارئ. هم يتحدثون بأنهم مفوضون من الشعب. الشعب اليمني كيف ينظر إلى هذه الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي؟ أنت تعرف أخي الكريم بأن البلد انهارت مؤسساته، وأن البلد يعيش في مرحلة أو في حالة حرب ومفكك إلى كانت متناحرة،
وعندما يدعي المجلس الانتقالي بأنه يمثل أبناء المناطق الجنوبية، ها هي المحافظات الشرقية والجنوبية خرجت ببيان أو ببيانات قبل يومين أو ثلاثة أيام ترفض ما قام به المجلس الانتقالي. معنى ذلك أن المجلس الانتقالي يدعي زورا وبهتانا بأنه الممثل الشعبي بما يسمى بالمناطق الجنوبية، ولكن الواقع على الأرض، لماذا المجلس الانتقالي يتهرب من تنفيذ ما عليه من التزامات سياسية وعسكرية وأمنية فيما يخص اتفاق الرياض؟ معنى ذلك أنه لو كان هذا المجلس مدعوم شعبيا لقام باستخدام الطرق السلمية. الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي تريد أن تمسك العصا من الوسط، لا هي تحولت إلى كيان سياسي يطالب حتى بالانفصال، ولا هي تحولت إلى ميليشيا مسلحة، أي أنها هجين بين الميليشيات المسلحة وأيضا الجنة أو والسياسة. لذلك أنا من يعني باعتقادي، وليس باعتقادي أنا ولكن من وجهة نظر كل يمني، بأن المجلس الانتقالي لا يمثل إلا يعني ما يقارب 10 إلى 15% أيضا من أبناء إقليم عدن، وليس من أبناء المناطق الشرقية وأيضا الجنوبية الكبرى. نعم. لذلك ابقى معي سيد شيلة، وصلت هذه الفكرة، سأعود إليك مرة أخرى. دعني أنتقل الآن للسيد أنيس منصور، مستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض. سيد منصور، مرحبا بك معنا. أهلا بك سيد منصور. إذا انتقلنا من عدن ربما إلى سقطرى، وهناك بعض المصادر تتحدث عن سيطرة مسلحين مدعومين إماراتيا كما سمتهم هذه المصادر، السيطرة على قيادة اللواء الأول مشاة بحري في جزيرة سقطرى اليمنية، ما حقيقة ما يجري في سقطرى بالتحديد سيد منصور؟ طبعا حقيقة ما يجري في سقطرى هي أن هناك تحرك إماراتي منذ أول يوم له في سقطرى باسم العمل الإنساني، واتضح على أنه في النهاية عمل استخباراتي ضمن سياسة البسط والاستحواذ والسيطرة والاحتلال. ما يحصل في سقطرى تحدثنا فيه كثيرا، احتلال إماراتي تم فيه شراء ولاءات ضباط، تم فيه شراء تشكيل ميليشيات مسلحة، تم فيه ضخ أموال كبيرة جدا، تم فيه السيطرة، محاولات السيطرة على الميناء وعلى المطار، تم فيه تجريف الطبيعة بكل ما فيها من جمال، تم فيه إنشاء يعني مشاريع كثيرة جدا باسم العمل الخيري، وهي أيضا مشاريع للاستيطان وللاحتلال. نهاية ما حصل يا أخي أنه تم معرفة الخطة بإنقلاب، أول شيء بدأ بإنقلاب 4 كتائب من نفس اللواء، تم شراء ولاءها وتم إعلان ولاءهم في المجلس الانتقالي التابع للإمارات. بعد ذلك أصدرت الرئاسة قرارا بتعيين قائدا جديدا لهذا اللواء. يوم أمس كانت عملية الاستلام والتسليم جارية على بشكل حادث، لكن بعد ذلك اتضح أن قائد اللواء السابق ماستر قيس قام بعمل فوضى وتسليم المعسكر بكل ما فيه لميليشيا الانتقالي. المعسكر فيه أكثر من 50 دبابة وأكثر من 50 مسطحة و 123 طاقم عسكري، فيه إمدادات وتعيئ وأشياء كثيرة جدا، فعبث الانتقالي بيت. والآن بدأت التحدي ما بين الشرعية وما بين السلطة بمسألة اقتحام حديبو عاصمة قطرة، يريد من ذلك الاقتحام السيطرة على المحافظة وبعض المؤسسات الأمنية والعسكرية والدخول يبدو في مواجهة جديدة. لكن الشيء الذي يحزننا ويحزن الشارع اليمني والمجتمع الدولي وذلك الصمت المريب من قبل المملكة العربية السعودية، خصوصا وأن التواجد العسكري السعودي أقوى من الإماراتي. التواجد الاستخباراتي الإماراتي وشراء الولاءات وكذا موجود، لكن التواجد العسكري أكثر من 1000 جندي سعودي أيضا متواجدين، وكأنهم راضين بهذا المشهد وبهذه المرتبة، بمعنى أن سقطرى يريد لها أن تكون خارج السيطرة اليمنية، خارج السيادة اليمنية، أن تكون ولاية أخرى أو ولاية ثامنة ضمن ولايات الإمارات العربية المتحدة. هذا الذي يريد. طيب ابقى معي سيد منصور، سأعود إليك مرة أخرى. أعود لضيفي عبر سكايب دكتور عادل الدشيلة. دكتور عادل، ما الذي يعني هذه الخطوة، خطوة عملية الخيانة وعملية التسليم
للأسلحة والذخائر وتسليم المعسكر في سقطرة من قبل قائد في الحكومة الشرعية لميليشيات المجلس الانتقالي في سقطرة؟ طبعا كما ذكرت لك قبل قليل، البلد مفكك والدولة غير متواجدة بطريقة يعني قوية على الأرض حتى تقوم بمحاكمة هؤلاء في المحاكم العسكرية، باعتبار هؤلاء خانوا الشرف العسكري والولاء للدولة اليمنية. ولذلك من الطبيعي جدا أن نرى مثل هذه الأعمال اليوم، وأن نرى هذا القائد يتحول في ليلة وضحاها إلى مجرد يعني أداة بيد أنظمة إقليمية أو بيد الاستخبارات الإقليمية التابعة مثلا للإمارات العربية المتحدة، وحتى هناك يعني حتى هناك قيادات أخرى أيضا يعني توالي أنظمة إقليمية أخرى. لذلك من الطبيعي جدا أن نرى مثل هذه الخيانات، لأن الدولة غائبة عن المشهد تماما. لا يمكن أن نتغلب على هذه المشاكل إلا بوجود مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية والأمنية والتنفيذية والتشريعية على الأرض. إذا لم تتواجد الدولة داخل المناطق المحررة، معنى ذلك أننا سنرى مزيد من العنف، سنرى مزيد من الخيانات، سنرى مزيد أيضا من استقطاع أراضينا لهذه الأنظمة التي تحاول جاهدة الاستيلاء على الأراضي اليمنية. اليوم إذا سقطت سقطرة لا سمح الله، معنى ذلك ماذا تبقى للشرعية اليمنية؟ سقطت العاصمة السياسية صنعاء، وسقطت العاصمة المؤقتة عدن، وسقطت أهم جزيرة يمنية يعني تتحكم بحسب ما تقول المصادر الدولية بأن هذه الجزيرة تمتلك أهمية استراتيجية ليست للإمارات العربية المتحدة ولكن حتى للعالم أجمع. لذلك طيب اليوم أنا باعتقادي إذا لم تتحرك الشرعية اليمنية على الأرض، قد ربما أن نرى في المستقبل أن تستبعد هذه الشرعية، وأن تتحكم الإمارات المشهد عسكريا وسياسيا وأمنيا في الجزيرة وفي مناطق أخرى. طيب ابقى مع سيد شيل، أعود مرة أخرى للسيد أنيس منصور. سيد أنيس، إذا تحدثنا عن أهمية جزيرة سقطرة بالتحديد وقبلها عدن، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمدينة عدن ولجزيرة سقطرة حتى يتم السيطرة عليها أو محاولات السيطرة بهذه الطريقة، السيطرة الكلية من قبل مجلس انتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة؟ طبعا يا أخي، بالنسبة للأهمية الاستراتيجية، سقطرة جزيرة يمنية تحظى بموقع استراتيجي هام، لقبت في أكثر المناطق غرابة في العالم بسبب التنوع الفريد والأهمية البيئية. فكانت سيطرة الإمارات عليها وأرسلت قواتها إلى هنا. الجزيرة هذه تقع في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية، قريب من مدينة يعني شرق خليج عدن، حيث نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب، كذلك إلى الشرق من القرن الأفريقي. هذه تبعد عن السواحل الجنوبية لليمن بما يقارب 350 كيلومتر. هذا الأرخبيل سقطرة يشكل عدد جزر منها، اللي هي درسة وسمحة وعبد الكوري، إلى جانب هناك ست جزر صخرية. العاصمة هي سقطرة. هذه جزيرة سقطرة عرفت منذ العهد القديم أن حياة البرية فيها تعود إلى 1000 سنة قبل الميلاد، وقع ذلك في كتب متحددة. موقعها الاستراتيجي تعاقبت على هذه الجزيرة موقعات من الاحتلال البرتغاليين والرومان بهدف احتلالها، فضلا عن الإنجليز الذين ظلوا أيضا فيها. سقطرة يعني ذات مناخ استوائي جميل، طبيعة جميلة جدا، فيها من الأشجار، فيها من الطبيعة، فيها من الثمار، فيها من التنوع النباتي ما لا يوجد حتى في العالم. هي قبلة السياحة اليمنية. السكان في الجزيرة يعتاشون على عائدات السياحة وبيع منتجات مثل اللبان، الصبر، المر، البخور، إضافة إلى أنواع مختلفة من العسل، النحل، بعضها نادر جدا لا ينتج في أي مكان آخر من العالم. أيضا الأغنام، أشياء كثيرة جدا. سقطرة أكبر محمية طبيعية في بحر، في بحرها في بحر يعني في اليمن، من ضمن أكبر وأوسعها أيضا، متحف للثروة النباتية، للأعشاب الطبية، الأشجار المعمرة، تنوع نباتي، أكثر من 850 نوعا من النباتات، صنفتها اليونسكو في يعني أنها في عام 2008 ضمن قائمة التراث العالمي. أدرج أرخبيل سقطرة في عام 2017 أحد المواقع البحرية العالمية
ذات الأهمية البيولوجية من قبل اليونسكو. سقطرى موطن لأشكال جميلة من الطيور الداجنة والطيور المهاجرة، عدد من شلالات المياه المنحدرة، فيها جبال، فيها كهوف، فيها أكبر مغارة مأهولة تسكنها عدد من الأسر وكذا. جزيرة سقطرى موطن أشجار اللبان المشهورة من خلال العصور القادمة، الموروث الطبيعي الثقافي. أنا لا أتحدث لك عن سقطرى ستجد أشياء كثيرة جدا يعني عن موضوع سقطرى، لذلك هي تكسب أهمية فأسالت لها لعاب الإمارات وبالتالي تريد أن تحولها إلى ولاية تمني بأي طريقة كانت. طيب ابقى مع سيد منصور، أعود مرة أخرى للدكتور عادل تشيلة. دكتور تشيلة، ما هو الموقف الإماراتي المعلن؟ كيف يمكن فهمه إذا كانت الإمارات ترفض هذه الخطوة علنا؟ ما الذي يعنيه ذلك؟ أعذرني، هل ممكن أن تعيد السؤال؟ ما الذي يعنيه أن ترفض الإمارات العربية المتحدة الانقلاب في عدن وما تبعه، الانقلاب وإعلان الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ من قبل مجلس الانتقالي؟ كيف يمكن فهم أنها ترفض ذلك علنا وأنت تقول بأن هي التي تدعم وهي التي تفعل كل ذلك وهي التي تدعم الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي وكل ذلك بإشرافها وتمويلها؟ طبعا هي تريد أن تتهرب من الـ يعني من الحرج الدولي، وأيضا الإمارات العربية المتحدة تعمل في إطار التحالف العربي والتحالف العربي يعمل في إطار الشرعية الدولية. إذن كيف يمكن الإمارات العربية المتحدة أن تقول على الملأ أو عبر الإعلام أنها يعني تؤيد حركة ميليشاوية مسلحة؟ بكل تأكيد الخطاب السياسي يأخذ مجراه وأيضا العمل العسكري على الأرض يأخذ مجراه، لكن الوقائع والشواهد والتقارير الدولية والمحلية والإقليمية تقول بأن الإمارات العربية المتحدة أو تؤكد بأن الإمارات العربية المتحدة هي وراء هذه الجرائم في المناطق الجنوبية اليمنية وحتى في المناطق الغربية وفي سقطرى. لذلك أنا باعتقادي أن الإمارات العربية المتحدة أولا تريد يعني من خلال هذا ما يسمى برفض هذا البيان أو ما يسمى برفض بيان المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية يأتي من أجل يعني مداهنة السعودية ومراضات السعودية، ولكن الوقائع تقول بأنه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجهان لعملة واحدة، فكل يمكن أن صحيح أن بينهم خلاف على الأرض يعني من يتحكم في هذه المناطق، إذن السعودية والإمارات في صراع ليس من أجل الشرعية ولكن من الذي سيتمسك على الأرض أو من الذي سيكون تحت أكبر قدر من الأراضي اليمنية. الإمارات لديها ما يسمى في متواجدة في عدن وفي سقطرى، والسعودية متواجدة في المناطق الشرقية. إذن أنا باعتقادي بأن هذا البيان أو بيان التحالف العربي ما هو إلا من أجل در الرماد على العيون، ولو تريد الإدارة السعودية أن تطبق الاتفاق ستطبقه بالقوة العسكرية وليس حتى عبر الإعلام أو عبر هذه البيانات. هذه البيانات هزيلة، هذه الخطابات العاطفية استئمنا منها، نريد أن نرى تحرك فوري على الأرض. لذلك أنا باعتقادي سيستمر التحالف العربي في هذه البيانات. يعني تخيل يقول بأنه لا بد على المجلس الانتقالي أن يرجع وأن يعود بالأوضاع إلى ما قبل هذا الإعلان. طيب ما هو ما قبل هذا الإعلان؟ تمرد مسلح، معناته أنه أصبح المجلس الانتقالي الآن مؤسسة معترف يعني يعترف بها التحالف العربي وأن ما قام به بس فقط طالبوا بالعودة إلى ما قبل هذا الإعلان. ما قبل هذا الإعلان تمرد مسلح، انقلاب على الدولة، بسط السيطرة داخل العاصمة المؤقتة عدن. إذن ستستمر هذه المهزلة ما لم تتحرك الدولة اليمنية ومن خلفها التيارات طيب الوطنية نعم على الأرض. وهنا عند الدولة اليمنية أعود لي الأستاذ أنيس منصور. سيد منصور، تحدث الدكتور تشيلة عن الدولة اليمنية، أين الدولة اليمنية اليوم في ظل هذه التحركات المشبوهة في عدن وبعدها سقطرى؟ سيد أنيس منصور، ربما انقطع الاتصال مع السيد أنيس منصور المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية. على كل حال نشكره شكرا جزيلا كان معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. نتوقف عند فاصل قصير ثم أعود إليك مرة أخرى دكتور عادل لنكمل حلقتنا. ابقى معنا مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. أعود ورحب بضيفي عبر سكايب الدكتور عادل الدشيلة، الكاتب والأكاديمي اليمني. دكتور عادل، مرحبا بك من جديد. سيد الدشيلة، ما هو موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مما يجري، وأين هو فعليا وواقعا على الأرض؟ ولن الرئيس اليمني متواجد في العاصمة السعودية الرياض، وغلب على أمره ولم يستطع التحرك على الأرض، ويبدو أن من يتعامل أو من يعمل مع الرئيس هادي يرفع له بالتقارير مغلوطة. الرئيس اليمني مغيب عن المشهد تماما منذ ما يقارب 5 سنوات، ولا تأتي إليه التقارير إلا ما ندر، وأعتقد أنه لا يعرف ما الذي يدور على الأرض. لذلك الرئيس اليمني يتحمل المسؤولية باعتباره رئيس الدولة. إذا كان الرئيس اليمني مغيب عن سيد دشيلة، من الذي يمثل الحكومة على الأرض اليوم؟ لا يوجد من يمثل الحكومة على الأرض. الحكومة اليمنية متواجدة في العاصمة السعودية الرياض، يوجد فقط الجيش الوطني الذي يواجه الميليشيات المتمردة بسلاحها الشخصي ودعم بسيط من قبل المملكة العربية السعودية على الأرض. أما بالنسبة للحكومة اليمنية فهي متواجدة في العاصمة السعودية الرياض ومغيبة عن المشهد السياسي وحتى الأمني والاقتصادي، وإن كان لها بعض الأعمال فهي بسيطة، عبارة عن إجراءات عبر توقيع بعض الأوراق فيما يخص البنك المركزي وحتى بعض الاستيراد بعض المواد والسلع الغذائية. الدولة اليمنية مغيبة عن المشهد تماما ووضعت كل بيضها في سلة التحالف العربي، وهي اليوم. طيب، أنقل لك ما ذكره وزير النقل اليمني المستقيل السيد صالح الجبواني، الذي هاجم الإمارات وكتب على تويتر: بعد أن سيطرت الإمارات على عدن عبر مكفولها الانتقالي وضربت باتفاق الرياض عرض الحائط، تخوض الآن صراعا عسكريا للسيطرة على سقطرة. طالب الجبواني الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بتغيير معين وتشكيل حكومة حرب تنزل الميدان لاستعادة عدن، وإلا فإن سقوط الجنوب مسألة وقت لا أكثر. وقال لهادي: لا تتحمل فخامة الرئيس وزر هذه الكارثة. ما حقيقة قدرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم على أن يقوم بتغيير في المشهد، أو أن يشكل حكومة حرب كما أوصاه وزير النقل اليمني المستقيل صالح الجبواني؟ طبعا رئيس الدولة والحكومة اليمنية تحتاج إلى إرادة، إلى إرادة وطنية، وإذا وجدت الإرادة فلا أحد يستطيع أن يقف أمام الإرادة الوطنية. هذه دولة تمثل الشعب، وبالتالي من حقها أن تتحرك على الأرض وأن تتحرك سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا. لذلك أنا باعتقادي لابد من تحرير القرار اليمني. القرار اليمني مستلب مما جعل هذه الدولة ضعيفة ولا تستطيع أن تواجه هذه الأطماع وهذا الكم الهائل من الطعنات التي تتلقاها من النيران الصديقة التي قالت بأنها جاءت لمساعدة الشعب اليمني. هذه الدولة منزوعة القرار ومنزوعة السيادة اليوم. وبالتالي أنا باعتقادي بأن الإمارات العربية المتحدة تعرف أن هذه الدولة ضعيفة ولا تستطيع أن تواجهها عسكريا على الأرض. صحيح الإمارات وأيضا بعض الأطراف الإقليمية الأخرى يمتلك السلاح الثقيل والجوي والبحري، بينما الدولة اليمنية لا تمتلك إلا بعض الأسلحة الخفيفة. تم تدمير الجيش اليمني، تم تدمير ما تبقى من أسلحة الجيش اليمني وأيضا أو بعض الأسلحة للجيش اليمني، وما تبقى هو بيد الميليشيات الحوثية. لكن أنا باعتقادي أن الرئيس اليمني يمتلك الشرعية القانونية، ومن حقه أن يوجه أن يتحرك دبلوماسيا وسياسيا. وإذا تحرك الرئيس اليمني على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى المنظمة المؤتمر الإسلامي وعلى مستوى الأمم المتحدة، يطالب هذه المنظمات الدولية بأن تضغط على الإمارات العربية المتحدة بأن تحترم القانون الدولي وأن تحترم السيادة اليمنية. وباعتقادي أيضا أن يقوم باستطاعة أن يشكل حكومة حرب، وأن تتواجد هذه الحكومة داخل الأراضي اليمنية، داخل أي محافظة يمنية،
سواء في حضرموت، سواء في مأرب، سواء في شبوة، سواء في المهرة، في هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة اليمنية. لكن الآن الدولة اليمنية تعول على صانع القرار في الدرعية، وبالتالي إذا استمرت الدولة اليمنية في التعويل على الأشقاء في المملكة العربية السعودية، معنى ذلك أنها ستخسر شرعيتها في المستقبل، ومعنى ذلك أن الإمارات العربية المتحدة ستنفذ أجندتها الخاصة في القوة العسكرية. فشلت الإمارات في أن تنفذ أهدافها بالمجال السياسي، فشلت أن بالانقلابات المسلحة، وبالتالي الآن هي تريد، فشلت أيضا في تنفيذ أهدافها عبر ما يسمى باتفاق الرياض. لذلك الآن دفنت الإمارات هذا الاتفاق، اتفاق الرياض، من خلال إعلان ما يسمى بالإدارة الذاتية في إقليم عدن. واليوم تحاول جاهدة تغيير المشهد عسكريا في سقطرة. إذن أنا كما ذكرت في البداية، إذا سقطت سقطرة عسكريا وعدن عسكريا، ماذا تبقى للدولة اليمنية؟ تبقى لها أن تواجه الميليشيات المسلحة في المناطق الشمالية، وليس بيدها الموارد، لا موارد اقتصادية، لا موانئ، لا مطارات، لا بحار، لا شيء. ستتواجد في المناطق الشرقية، وهذه المناطق عبارة عن مناطق صحراوية لا يوجد فيها أي شيء سوى يعني بعض الأماكن النفطية في صافر أي في مأرب. لذلك اليوم الكرة أو الـ 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 الورقة بيد الرئيس هادي. هل سيتحرك الرئيس هادي في هذا الظرف العصيب؟ هل سيتحمل مسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه شعبه؟ هل سيقول للتحالف العربي إلى هنا ويكفي؟ هنا رأس رأس الدولة، هنا الإشكال في رأس الدولة. رأس الدولة لم يتحرك، وبالتالي ستستمر هذه المهزلة. وصلت فكرة. مع الأسف دكتور عادل الدشيلة، كنت معنا الكاتب الأكاديمي اليمن، انتهى وقت حلقتنا. أشكركم على وجودكم معنا طيلة هذه الحلقة من برنامج الحقيقة، كما أتوجه إليكم أيضا مشاهدينا الكرام بالشكر على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.